نتواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا، واحنا معنا في هذه المساحة الفنان يوسف البربري سعيد بيك عبر هذه الأمسية تحديدا عبر قناة الشروق، واحنا على الهواء مباشرة. اتكلم على المشاركة، هل هي يعني من المشاركات الدائمة بالنسبة لك؟ وكيف انتوا كفنانين بتغنوا للحقيبة دائما، بتوثقوا لأغنيات الجميلة للشعراء المختلفين مروا على عصور السودان المختلفة؟ كلمنا عن التجربة وكلمنا عن التطوير المهم لأغنية الحقيبة. والله يا أخي حبابكم أول حاجة في داركم، ولو في تحية أول حاجة قمنا نحيي قناة الشروق، يعني كون وصلونا هنا وعكسوا تواصل الأجيال من جيل لجيل، فده عالم ثاني، ده شكل الاتحاد. ونحن سعيدين جدا انكم تكونوا معنا في نص جمهورنا وفي نص اخوانه والعتاد بتاعنا زي ما بقول. فاغنيه الحقيبه طبعا زي ما معروف الذهب الذي لا يزال السودان، فاليوم اللي نحن بنعز شعراء الحقيبه والفنانين بتاعنا الحقيبه، وسعيدين كل السعاده شكل الجمهور بيوحي لك، يعني تلقى اعمار ما بين 13 ل 15 لحد ايوه. لاحظنا في الفتره الاخيره برضو اهتمام الشباب يعني غير كمشاركين كجمهور يعني بهذه الاغنيه، رغم وجود الالات الحديثه والاغنيه الحديثه، لكن نجد الاغنيه الحقيبه هي صامده في المساحه الغنائيه وفي الخريطه الغنائيه السودانيه. شوفي المفرده اللي عملت بها اغنيه الحقيبه مفرده كانت صادقه، مفرده جميله جدا، وبعدين تحس بها غزة روح، فناس كانوا عاشقين وحابين حب شديد، فالناس زي لحد ما اسيت شوكه كده وبتاع حتى نفهمه. فاغنية الحقيبة يا ست الناس ما حيجي يوم تموت، ما حيجي يوم تندثر، وهسه الاجيال طالما بتتناول اغنية الحقيبة او اغنية الحقيبة يا ست الناس زي الادب، يعني ادب واخلاق تربي بها في البيت، فالحمد لله فيها رسائل وفيها معالجات للمستمع السوداني. في حاجات كثيره فيها حلوه. هتغني لنا شنو الليله؟ والله نخليكم الليله تتمتعوا. خليها مفاجاه. لكن انا معاكم ان شاء الله ولكل الشعب السوداني. شكرا لك، كل مشاهدينا اللي بيتواصلوا معنا عبر هذه الامسيه اتحاد فن الغناء الشعبي، هذا الغناء الذي ابتدر في يعني قرن فائت وكذلك يعني تزامن مع العهد البريطاني.